اكيد رجع برنامج الصبح من جديد، وايضا رجعت كل الفقرات طبعا اللي دائما نركز فيها على كل ربوع ليبيا، كيف ما تابعنا الاجنده وكل المحافل اللي حتقام في هذا الاسبوع. ننتقل الان الى موضوع مهم ثاني، موضوع بصراحه الاماكن الاثريه اللي في ليبيا اللي غايه في الروعه، اللي لازم نهتم بها، و أيضا قلة الاهتمام بهذه الأماكن اللي تسبب الآن لربما في انهيار البعض من هذه الأماكن. كل هذه المواضيع في كل حلقة نحن في برنامج الصبح نركز عليها وبشكل كبير جدا، لكن اليوم مكاننا الأثري هو حمامات البرغوثة أو حمام درغوث، حمام درغوث مشاهدينا اللي موجود في المدينة القديمة في طرابلس من عام 1604. هذا الحمام موجود يعني بصراحة معلم أثري جميل جدا، ولكن إلى الأسف أميمة هذا المعلم يعتبر إلى الآن مهمل بشكل كبير جدا، نقدر نقوله عليه لسبب عدم المتابعة، عدم الترميم. كل هذه المواضيع كانت ساهمت بشكل كبير في الإهمال في الوضع اللي هو ما هو عليه الآن. هو مش بس حمام درغوت، هو حمام درغوت مثال ونقيسه بالضبط عليه هلبة مدن وهلبة يعني قرى في ليبيا للأسف مهملة. لكن مشاهدين احنا محضرين تقرير على حمام درغوت، ايش رايكم نشوفوه ونرجع لكم؟ حمام درغوت أحد العقارات التاريخية في مدينة طرابلس القديمة. تأسس هذا الحمام عام 1604، وذلك بعد بناء جامع درغوث على يد القائد التركي درغوث باشا. ويعد هذا الحمام معلما تاريخيا مهما في المدينة القديمة. معظم المترددين عليه من الشباب ومن كبار السن، ويعتبر بمثابة مصحة للناس اللي عندها نقول احنا تعاني من البرد ومن حاجات زي هذه يعني الطبيعية. كان هذا الحمام تابعا لعائلة من العائلات الطرابلسية المعروفة، وبعد وفاة معظم أفرادها تم استلام هذا الصرح من قبل المشروع منذ سنة 1986، وقام بترميمه وصيانته، وأصبح مصدر دخل لمشروع المدينة القديمة. هذا الحمام من أشهر الحمامات ممكن حتى في شمال أفريقيا مش في ليبيا بس. وتوى الحمام هذا طبعا أنا كنت مشرف عليه منذ سنة 1986، وفي سنة ما يقارب من سنة 2000 بارك الله فيهم المشروع قاموا بأعطاه لي أو بتأجيره لي، وعلى أساس أنا يعني نقول أخذت تقاعد، وبارك الله فيهم معي زوز موظفين حتى هم كانوا معي في المشروع وقمنا بصيانته وتوكلنا على الله والحمد لله، وقاعدين عايشين منها ومستفيدين منها يعني الحمد لله. تضم المدينة القديمة ثلاثة حمامات، من ضمنها حمام درغوث، حمام الحلقة، حمام في سوق الحرارة. معظم المترددين عليه من سكان المدينة القديمة، من أحياء نقول احنا من شارع ميزران، شارع بن الخير، من جهة سوق الجمعة، يعني معظم الناس تعرفه من منذ القدم وتردد عليه. وهذا يعتبر مثابة أقدم حمام في طرابلس أو في حتى ليبيا كلها. إذا مشاهدينا هذا كان تقريرنا على حمام درغوث،
وزي ما أذكرنا قبل التقرير، مش بس حمام درغوث، حمام درغوث كان مجرد مثال، ولكن أصبحنا للأسف نشوف في أثار عالمية وهي بدت للأسف أصابها الخراب، زي مدينة القيروان في شرق ليبيا اللي طبعا ابنها اليونان من أكثر من 2600 عام، واللي للأسف حتى هي طالها الإهمال نتيجة أنه ما فيش رقابة، الأمن ضعيف، وأيضا يعني نقدر نقوله أن في بعض من الناس تكون عندهم موهبة أو هواية تخريب، ما عندهمش وطنية. أنا نحس أن الإنسان اللي يخرب بلاده أو يخرب أثار أو يخرب أي شيء، نحسه أنه هو ما عندهش إنسانية أصلاً، لأن الإنسانية من الوطنية، مفروضنا الإنسان يحب وطنه زي ما يحب أهله زي ما يحب ناسه. فأنا نستغرب من اللي يبي يدمر وطنه بإيده. هو عدم وعي، أو ما نقدر نقوله عليه، يعني عدم وعي، ومش واعي هو بقيمة الشيء اللي عنده، مش واعي بقيمة هذا المكان الأثري الجميل جداً، هذا المعلم التاريخي اللي ربما هو لو هو ساكن في جنب هذا المعلم التاريخي اللي ربما هو يقدر يكسب منه الذهب من خلال هو لو حافظ عليه، لو بناء أي مشروع صغير هذا المشروع حينتشر. وهذه هي المدن السياحية اللي في العالم كلها تستفيد من هذه المعالم عن طريق أن هي تطور اقتصادها وتدخل في الاقتصاد. فأكيد يعني أنك أنت تدمر في شيء كأنك تدمر في رزقك، يعني تدمر في حاجة أنت تمتلكها متميز بها العالم كله حاسدك عليها، أنت قاعد تدمر فيها بيديك. فأعتقد أنه هو عدم وعي، ولازم توعى لهذه النقطة، نقطة مهمة جدا تتعلق بالحفاظ على المعالم الأثرية. النقطة المهمة الثانية تتعلق بالمسؤولين، عدم اهتمامهم وعدم الاكتراث بهذا المعلم التاريخي. صراحة حتى هي مشكلة كل حلقة قاعدين نحكوا عليها بشكل كبير، ولكن ما قرينا بعض التعليقات نشوفوا آراء الناس بما يتعلق على هذا الموضوع. مشاهدين، احنا طرحنا سؤال على السوشيال ميديا على الفيسبوك 218، وكان السؤال شنو أكثر المدن والأماكن السياحية اللي تشوفوا فيها مهملة في ليبيا؟ الإجابة كانت رسومات جبال أكاكوس وصلت لمرحلة من التخريب والتشويه. أيضا من كوين مثلا زي الآثار، آثار لبدة وسبراتة وسبها للأسف دمرت. من برنسس شحات، مع إنها مكان راقي وجميل وزمان كان يجوها السياح من كل مكان، لكن الأهمال فيها عالي جدا. من حسين، كل شيء طالع الأهمال في ليبيا من البشر إلى الحجر. من فايزة أيضا شحات وسبراتة. من أميرة، المعالم السياحية الأثرية والتاريخية بصفة عامة. من أيضا إيميل مش عارفة اسمها صراحة، أكيد لبدا. من أيضا إيميل آخر، كلها على بعضها للأسف. فعلا يعني احنا لما قاعدين نشوفه في الخراب والدمار اللي حاليا صاير في الفترة الأخيرة، ممكن من شهور قدرنا هاشتاج علي أحمو المدينة القديمة. لو نتكلم على طرابلس، المدينة القديمة أصبحت كلها كتابات، كلها رسومات، أصبح في أشياء للأسف إن هي من عدم صيانتها بدت تطيح على الناس. فطبعا هذا كله ما يرجعش أيضا للمواطن فقط، بل يرجع حتى للمسؤولين اللي ما عندهمش اكتراث بمقتنيات بلادهم. أيضا لو نتكلموا على يعني في هلبة زي غدامس، زي الجنوب، في هلبة مناطق يعني هي أصلا يندرجوا أو درجتهم المنظمة العالمية أن هي من التراث العالمي، ولكن للأسف على قد حتى ما يديروا في مذكرات المنظمات العالمية، ولكن لا اكتراث للجهات المختصة في ليبيا. صحيح، هي كيف أعتقد أني قسمت هالموضوع، قسمناه أميمة إلى جزئين في هذه الفقرة. الجزء الأول متعلق، المسؤولية الأولى متعلقة بالمواطن، أنه هو كيف يحافظ ويعرف قيمة هذه النعمة الكبيرة جدا المتعلقة بالمعالم الأثرية أو الأماكن الأثرية اللي لربما لو حفظنا عليها حتجد معلم سياحي عالمي في المستقبل. كيف ما نعرف نحن إلى الآن مصر قاعدة تحصد الإيرادات الكبيرة جدا بالألوفات والملايين عن طريق الأهرامات وعن طريق المعالم الأثرية اللي عندها، فليش لا نحن نقدر كليبيين ونملك هذه المعالم التاريخية في الشرق وفي الغرب وحتى في الجنوب، في كل مكان في ليبيا في معالم ولا أروع تاريخية تتعلق أثرية، ولا حتى معالم هي اللي جاية من الطبيعة، المعالم الجميلة جدا اللي موجودة في ليبيا اللي أكيد يلزمنا الحفاظ عليها. بالنسبة للمسؤولين، نحن أكيد كل حلقة متذكرينهم، وأكيد هم في كل حلقة متذكريننا، فيعني نتأملوا أكيد أن هم يحسوا بصراحة بشكل كبير جدا بالليبيين، يحسوا برونق ليبيا، بجمال ليبيا، بأهميتها، لازم تكون من أفضل الدول في العالم. في نقطة بس ما عارفش وأنت تتكلم فكرت فيها إبراهيم، أن كل مواطن دائما نقوله أن الطفل عليه ما يربوه ماليه، صحيح، وبعدين لما يكبر هو يختار طريقة. أيضا المواطن، يعني أنا ما نتذكرش أن دائما زمان في ليبيا كان عندنا مثلا كتب أو عندنا مثلا
مثلا ندوات ثقافية تعرفنا أكثر على مثلا أثارنا في ليبيا، صح إبراهيم أو لا؟ إبراهيم خليك من اللايف حاليا تونا نشوف تعليقات الناس. يعني مثلا زمان ما كانش في وعي، ما كانش في مثلا الإعلام الليبي مسلط الضوء على تراثنا، مسلط الضوء على المعالم. يعني مثلا على سبيل المثال في مصر زي ما أنت ذكرت، في مصر ضروري مثلا في خاصة في القنوات مثلا اللي حتكون حكومية لازم تلقى دعاية مثلا على اهتموا بتراثكم، اهتموا بكذا، يعني حاجات توعي الناس، تذكر الناس. ولكن احنا في ليبيا ما كانتش عندنا، فهو الأجيال اللي حاليا طلعوا ما عندهمش انتماء أصلا في هلبة. مثلا ممكن تكون معالم ما عرفناهاش إلا في الآونة الأخيرة في ليبيا. أكيد هي نقطة مهمة جدا، حتى هذه نقطة تحسب. هي نقطة مهمة جدا تتعلق بمدى التأثير الإعلامي أو مدى نحن طلعنا كجيل وعارفين أن هذه المعالم معالم تاريخية وكذا، ولكن أهميتها وكيف أن هي حتدر بالنفع حتى اقتصاديا على البلاد، كل هذه المعلومات كانت ناقصتنا بشكل كبير. نظرا إلى حنحكوا هيك عن النظام السابق حنزعلوا منه ناس واجد، ولكن نحن بالمجمل بصراحة نحبوا أن كل الماضي اللي فات ننسوه ونهتموا بهذه المعالم، لأن بجديات يعني هذا مكسب لكل الليبيين، ولنا نحن وهذه ثرواتنا أكيد لازم نحافظوا عليها. دائما في برنامج الصبح نحاول نكونوا ننوعوا ما بين صحة، ما بين مواضيع معنية بالليبيين وبينا أيضا إحنا، ما بين أيضا الجمال، ولكن دائما الصحة لها دور كبير جدا في برنامج الصبح، حتى لو ما كانش فقرة موضوع فقرة رئيسية، ولكن لازم يكون في فيديو لنصائح. حنشوفوا فيديو لفوائد الكالسيوم لعضلة القلب أكيد، وبعدين حنرجع بكم من الفاصل.